هاو في بالك، هاو في بالك. مرحبا، هالأيامات وصلت بعض الأسئلة يحبوا بعض المستمعين الإجابة عليها، وهو شكون يمنح العفو في تنفيذ عقوبات الجزائية. وتبارك الله في السنوات الأخيرة شهدنا العديد من حالات العفو بأنواعها. مش نفسر لكم النوعين الموجودين في القانون. النوع الأول هو العفو العام، والعفو هذا تمنح السلطة التشريعية يعني مجلس نواب الشعب عن طريق قانون صادق عليه في الجلسة العامة بالأغلبية كما القوانين العادية. والنوع هذا من العفو يمحي الجريمة مع العقاب المحكوم به، وهذه أحكام الفصول 376 و77 من مجلة الإجراءات الجزائية. وينجم زاد رئيس الجمهورية يمنح العفو بناء على تقرير من وزير العدل وحقوق الإنسان بعد أخذ رأي لجنة العفو، ويتسمى العفو هذا عفو خاص. وهذه أحكام الفصول 371 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية. وهنا فما حاجة تفرض روحها، وهي أنه الإنسان بعد العفو ولا الخروج من السجن شنو يصير، وهي حكاية استرداد الحقوق. الإمكانية موجودة بطبيعة الحال، أما بشروط نلقاوها بالفصل 367 جديد من مجلة الإجراءات الجزائية المنقح بالقانون عدد 75 لسنة 2008. ركزوا معايا شوية، ما لشروط استرداد الحقوق فما الاسترداد العادي للحقوق، وهو أنه يفوت عامين من اللي قضى مدة العقوبة ولا اصدر فيه عفو، وهذا إذا كان العقاب المحكوم في جناية، وستة شهور إذا كان العقاب جناحي. أما إذا كان المحكوم عليه في صورة عود يعني مش أول مرة ولا سبق أنه تمتع باسترداد حقوق، فإنه الأجل يكون الدوبل، معناها 4 سنين في الجناية وعام في الجنحة. الشرط الثاني أنه يكون نفذ التعويضات المدنية اللي اصدر فيها الحكم واللي يشملها الإسقاط ولا انقضات مرور الزمن، وإلا يثبت المحكوم عليه أنه ما ينجمش الوفاء بها، ويلزم يثبت في محل الإيقاف والبحث المجرى في شأنه سلوك المحكوم عليه بعد صراحه أنه ارتدع فعلا، معناها استويت أموره. وفما الاسترداد الآلي للحقوق، وهذا الموجود بالفصل 369 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية، وهي أن الحقوق ترتد آليا إذا كان موقعش محكمة الشخص على خاطر جنحة ولا جناية في الأجيال التالية، وبخصوص الخطية بعد مضي عام من تاريخ دفعها أو انقضاء مدة الجبر بالسجن ولا سقوط مرور الزمن. بخصوص العقاب بالسجن على خاطر جنحة بعد عامين من قضائه ولا سقوطها بمرور الزمن، وبخصوص العقاب بالسجن من أجل جناية فإنه يكون بعد مضي 5 سنوات من تاريخ قضائه ولا سقوطه بمرور الزمن. ما لا قانون يسامح اللي أخطأ يعطيه إمكانية باش يسترد حقوقه، يبقى كان علينا أحنا زادة باش نسامحه ونعاود ثقة في الناس اللي غلطت أما خلصت. أما المصيبة حشاكم في اللي ما خلصوش. الحاصل بدون تعليق، وإن شاء الله نهاركم زين وفي أمان الله. هاو في بالك، هاو في بالك.